زيادة سكانية بتتهم كل عناصر التنمية بشكل كبير جدا. آن الأوان أن نلتفت جميعا وننتبه لما يحدث. نشوف هذا الفاصل ونقول لكم موضوعات حلقتنا النهاردة. لون الأحلام في رسمك وانسى أيام الجراح، حب واطلع برا نفسك وانطلق ويا البراح، لسه مشوارك كبير، املى كل الدنيا خير، شيل جناحك فوق وطير، يتولد مليون صباح. عدنا مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره، وخلينا نقول لحضراتكم ان حلقتنا النهارده مقسمه لجزئين. الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون عن المشاركه المجتمعيه بشكل كبير جدا ما بين جامعه الاسكندريه، هذه الجامعه العملاقه التي ننتمي جميعا بها وليها، والمجتمع ازاي ننظف شواطئنا. ده دور قامت بيه كليه التربيه الرياضيه بنين، وده لان في قسم اساسا يعني عن الغوص وبالغوص واشياء كثيره جدا. الخدمه المجتمعيه ديت كانت بمشاركه جامعه الاسكندريه وزاره البيئه ومحافظه الاسكندريه. اما الجزء الاول من هذه الحلقه، الحقيقه احنا بنشوف في بنيه اساسيه بتتحول الان في الاسكندريه ومشروعات للصرف الصحي كثيره، ونحن مقبلين الحقيقة على فصل الشتاء. وعايزين نقول برضو ان احنا بنعاني، لكن لما يجي الشتاء هتحسوا بمدى المجهود اللي بيعملوه جنود. دايما الحاجات اللي تحت الارض ما بتبانش قوي، يعني الصرف الصحي والبنية الاساسية وكل ما يحدث تحت الارض لا يظهر الا تداعياته فيما بعد. والحقيقة هذا المشروع بدأه الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، والان بيستكمله السيد اللواء محمد الشريف محافظا للاسكندرية بالتعاون ايضا مع جامعة الاسكندرية كلية الهندسة، ومشرف على هذا المشروع وكان بادئ فيه الحقيقة. وكلنا احد المراكز التجارية المقابلة للطريق الصحراوي، كلنا حسينا ان ما بقتش فيها كم الامطار اللي كانت موجوده في كل هذه المناطق. حول هذا الموضوع بيسعدنا اللقاء مع الاستاذ الدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كليه الهندسه لشؤون المجتمع والبيئه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، نورتنا. مشاهدينا الله يخليك، بنسعد جدا لانك بتدينا طاقه ايجابيه كده، ان اللي جاي كل التعب اللي احنا تعبناه ده في مساله الازدحام والاعاقه في طرق كثيره جدا بيؤتي بثمار جيده جدا فيما بعد بالنسبة للأمطار. وصلتوا لإيه؟ طب هو أنا هاخد من كلام حضرتك، وفعلا يعني أثقلنا على أهالينا والوضع يمكن ضايقهم الفترة اللي فاتت. الآن سموحة بقى يعني يمكن في أصعب منطقتين احنا شغالين دلوقتي، احنا شغالين في منطقة سموحة وشغالين كمان في منطقة سيدي بشر ومحمد نجم وخالد بن الوليد. الاثنين دول من المناطق الصعبة اللي الكثافة المرورية فيها كتيرة، الحركة فيها طول اليوم ما بتبطلش لا نهار ولا ليل. لكن زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، هي فكره ان مضطرين نعمل كده او ما عندناش بدائل تانية. احنا وصل بينا الحال ان كل ما الدنيا تمطر بتحصل حاله الغرق في الشوارع، وبيحصل ما اعرفش نتحرك وبتبقى الدنيا كلها واقفه. وكمان المياه دي بقت مهدره وما بنستغلهاش، فكان لازم نتحرك. والمشكله ان احنا ما نقدرش نتحرك في فصل الشتاء، لان مع المطر كمان ومع المناطق الحرجه والسخنه اللي موجوده، وكمان هيبقى فيها اعمال حفر و و و، هيبقى الوضع خارج السيطره تماما. فده اللي مخلي الامور. خلصنا كليوباترا خلاص؟ لا، احنا السنه اللي فاتت خلصنا كليوباترا ولوران ومنطقه المكتبه، ده كان السنه اللي فاتت. وديت كانت من المناطق مش الساخنه القاتله، الناس ما كانتش بتعرف تروح بيوتها في هذه المنطقه يعني. انا عايز افكر حضراتكم، كان لا فاكرين والله يا دكتور انا ساكنه هناك. كان في فيديو شهير في كليوباترا اللي كان فيه لودر بيرفع ميه وحاجات كده. وكان الوضع صعب جدا جدا اساسا. الامارات اللي على الكورنيش كان صعب جدا ندخل العماره، يعني ندخل بيوتنا كان صعب. السنة دي الحقيقة لم نستشعر هذه المسألة. ابتدينا في سموحة، عارفين ليه سموحة برضو؟ لأن السنة اللي فاتت كان في غرق كبير جدا في فيكتور عمانويل. السنة دي مش هنشوف ده؟ طب أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا عندنا تقريبا 150 نقطة سخنة في اسكندرية اللي فيها تجمع. 150 كتير قوي يا دكتور. 150
ال150 دول احنا اشتغلنا عليهم وابتدينا ندرس ونشوف النقط اللي اكثر خلينا نقول ضررا للناس او اللي بتسبب شلل مروري تام، وابتدينا نشتغل عليهم. خلصنا مجموعه كان وقتها ده السنه اللي فاتت. السنه دي المنطقه كبيره اكبر بكتير، البخدومه يمكن 4 اضعاف المنطقه اللي اشتغلنا عليها السنه اللي فاتت، منطقه سموحه وسيدي بشر. الغرق بيعمل شلل مروري تام، الانفاق بتغرق، الميدان فيكتور عمانويل كان غرقان، الحركه فيه كانت حركه صعبه جدا. السنه دي ان شاء الله ان شاء الله اعمال الحفر شهر خلاص ونزلت طبقه يعني خلاص هيبقى فاضل بس في بعض المناطق الطبقه السطحيه النهائيه للقصر، لكن في بدايه الدراسه وقبل الدراسه، مش في بدايه الدراسه، قبل الدراسه هيكون ده اكتمل. هيبقى فاضل بس بعض الاعمال داخل محطات الرف يعني في اماكن محدوده ما تسببش اعاقه مروريه ان شاء الله. طيب خليني اقول لحضرتك، طبعا هذا المشروع تابع لرئاسه مجلس الوزراء، والتمويلات هي اللي بتعطلكم ان انتم ولا الحركه المروريه؟ لا 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 لا، ده انا عايز اقول لحضرتك احنا طبقا للمعايير الهندسيه المشروع ده كان ياخد من 9 شهور لسنه. احنا يعني بصراحه اداره المياه في الهيئه الهندسيه عامله انجاز ضخم جدا ان تخلصوا 4 شهور بس. 4 شهور بس. خليني اسال حضرتك، احنا خلاص مش هنحس بفيكتور عمانويل؟ مش فيكتور عمانويل، احنا المنطقه اللي بنخدمها نفق الابراميه، نفق كيلوباترا، مصطفى كامل، لا كل المنطقه دي كلها مخدومه لغايه محموديه. طيب ايوه، لكن ميدان فيكتور عمانويل مفيش؟ لا لا خلاص ان شاء الله. خلاص لا ان شاء الله. طيب دكتور وليد، انا عارفه ان انتم بتحضروا لما هو قادم في العام القادم، وكان في اجتماع بالامس نائب رئيس الجامعه نائبا عن الاستاذ دكتور عبد الرئيس كونسوا، والحقيقه الاستاذ دكتور علي عبد المحسن نائبا عن سياده الوزير الدكتور كونسوا، ومع محافظ الاسكندريه سياده اللواء محمد شريف، ومين تاني؟ شركة القبضة للمياه والصرف الصحي، كان كل القيادات موجودة، المهندس منطوح رسلان، الدكتور صلاح بيومي كان برضو موجود، اللي هو محمود نافع شركة الصرف، مهندس أحمد كابر شركة المياه، وكل قيادات الشركتين موجودين معانا، وكان موجود طبعا من الجامعة الدكتور علي عبد المحسن، دكتور عبد المحسن نائب رئيس جامعة، ومفوض عن الدكتور عبد العزيز، وفريق العمل كله من التخصصات المختلفة كمان من كلية الهندسة كانوا موجودين. الغرض من الاجتماع زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، فكره احنا خلاص اللي على الارض خلاص هيخلص، السنه الجايه هنعمل ايه واللي بعدها هنعمل ايه؟ والاعتمادات؟ انا عايز اقول لحضرتك لا، المره دي ما عندناش مشكله اعتمادات، احنا اللي يمكن اللي قد يكون اخرنا شويه في بعض الشوارع ان احنا بنعمل تطوير لباقي البنيه التحتيه عشان مش هنعرف نشتغل. اللي هي ايه يا دكتور؟ حضرتك كل ما هو ليه علاقه بغاز، ميه، كهرباء، كابلات فايبر للاتصالات، كل حاجه في المنطقه اللي اشتغلنا عليها اتجددت. يعني لو محتاجه كليوباترا حصل كده؟ كليوباترا حصل كده، بس كليوباترا ما كانش الضغط زي سموحه. اسكندريه طبيعتها ان المرافق بتخش من جوه اسكندريه الاطراف، سموحه منطقه مركزيه. خطوط ميه اتجددت، خطوط، عشان كده كان في مشكله في الغاز في هذه المنطقة في توقيت معين بالظبط، والحقيقة يعني تم السيطرة عليها سريعا الحمد لله. لا لا، هو بصراحة في تناغم وتناسق رهيب جدا، إحلال وتجديد بشكل كبير بيتم لكل المرافق في نفس الوقت في نفس المنطقة. عندنا برضه شارع 38 في مشروعات جديدة موجودة فيه، اتعمل التدعيم 38 ده فين ده؟ نقل والهندسة. نقل والهندسة ده اسمه 38؟ اوكي. اسمه الرسمي 38. اوكي دكتور، يعني خلاص ما بقاش النقل والهندسة. لا لا يعني لا يعني ما زال، بس اللي اقصده كل شبكات المرافق اللي ليها شغل تحت الأرض ومحتاجة تدعيم أو إحلال وتجديد اتعملت. فده كان بياخد وقت. طيب خليني اسال حضرتك بقى، يعني كان في مخطط كده للحفاظ على مياه الامطار، وكان في كلام كثير جدا، هل واحنا بنعمل كل هذه الاشياء في الصرف الصحي عندنا حاجه لمياه الامطار ولا لا؟ ما هو ده مشروع مياه المطر. ده بس مشروع مياه المطر، مش 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 خدمه للصرف الصحي. لا انا مش بتكلم على مشروع مياه، على الحفاظ على المياه، لان كان عندنا امل ان هذه المياه ما تهدرش ويتم الزراعه بيها بشكل كبير. ما هي مواجهه للدلتا جدا ان شاء الله. طب والمواسير وكل هذه الخطط
هل تمشي في طريق خلاص احنا يعني من الممكن احنا نقول هنزرع ولا لسه؟ طبعا فاهم كل يعني هي خلينا اقول يمكن احنا بنمر بمرحله مختلفه شويه فيها تكامل في القرارات والاجراءات، وكل الناس بتشتغل في منظومه باب واحده واحد، مش بعيده عن بعض، باب واحد، باب واحد، وبالتالي لما ده بيحصل بتلاقي المنتج مختلف، اي طبعا المنتج مختلف، طبعا. فلا ده كل ده بيتنسق وكل ده بيتجمع وكل ده هيروح يتم استغلاله في الزراعه في مشروع الدلتا الجديده اللي احنا يعني امل مصر طبعا في التنميه الزراعيه اللي موجود، هنقول ان قد يكون مشروع مطر اسكندريه احد المساهمين بشكل كبير فيه. طيب خليني اسالك يا دكتور وليد، الاجراءات اللي يجب ان احنا ناخد بالنا منها في هذه المرحله، احنا طبعا انتوا اشتغلتوا في وقت الصيف على اشده، انت عارف محمد نجيب وميامي دي هي مصيف اهالينا من الريف ومصيف مصيف عموما، الان انتوا خلاص ولا لسه؟ مش احنا داخلين على المدارس بقى، فاحنا مش هيبقى صيف وشتاء يعني لا لا الدنيا. هو مفيش شتاء، هو احنا قبل الشتاء هنكون كلنا قفلنا، وفي الصيف بتالي محمد نجيب التعامل مع المنطقه السياحيه وخالد بن وليد عمل تم مع التعامل معاه بحرص وفي وقت سريع خلاص، ابتدى ما حدش حس بيه. يعني لا هو مداخلاتنا الشارع على خالد بن كان وليد يعني الشارع كان ثلاث ارباعه يعني. يعني بس في فتره سريعه، قصدي فتره التنفيذ هيئلي كلنا ملاحظين بغض النظر عن اخطار المواسير وحجم الاعمال، الشارع ما بيفضلش فتره طويله محفور، بيتحفر بسرعه بيتردم بسرعه. كان عندنا ازمه مش على مستوى اسكندريه، كان عندنا موضوع البيتومين والمازوت، وده طبعا زي الطاقه، فده كان اثر على البيتومين لكن العمل. لا اثر على الرصف، وبس الحمد لله دي خلاص الموضوع ده خلص وابتدى ينزل رصف، يمكن بقى له اكتر من 10 ايام دلوقتي. إعادة الشيء لأصله بيعود إلى أصله حقيقة ولا بنسيب نقر و لا هيعود مش لأصله، هيعود للأفضل إن شاء الله، لأن إحنا اللي بنتعامل عليه بيتعامل بشكل هندسي، ميوله بتوجه، حتى يمكن لو حضرتك يعني أو حد من الزملاء اتحرك في شارع النقل والهندسة هيلاقي إن إحنا أنا شفت الحقيقة، أنا عاملين كنت لا بالأمس القريب في يعني. نموذج لمطب مختلف، معرفش حضرتك حسيتي بيه ولا لا لأ. ما حسيتش بيه لأن مش أنا اللي بسوق، بس حسيت إن الرصف نظيف. يعني إيه مطب بشكل مختلف؟ مفيش مطب اللي هو بيضايق العفش، هو حضرتك عبارة عن قطعة من الأرض فيها كتل من البازلت، فحضرتك مضطرية تهدي، لكن مش هتاخدي الخبطة بتاعت العربية القديمة دي. طيب ممكن أسأل يا دكتور، يعني على أي أساس المطبات بيتم اختيارها؟ يعني ناس كتير جدا بتقول لك احنا محتاجين على المحمودية، في حين إن الناس بتقول لا على المحمودية صعب جدا يبقى في مطبات لأن ده هاي واي. يعني على أي أساس بقى؟ هو حضرتك هي الفكره كلها، خلينا نتكلم ان اهالينا ما بتلتزمش، ما بيني وبينك السلم كبير قوي. يعني فهو فطبعا طبعا هو السلم قد يكون شاق عشان حد يطلعه، بس الامن والسلامه طبعا اهم، وحياه المواطن اهم، طبعا فبيضطر ان احنا نعمل يبقى في مطبات. مطب في مكان لتهدئه السرعه عشان تقليل حده الحوادث يعني. فبتتعمل بس دي بتتعمل بنموذج مختلف بشكل تاني خالص، غير بقى الشكل التقليدي البومبي اللي احنا كنا بنخبط فيه والعفشه صعب وكذا، صعب. لا ده محلول يعني اتشاف في نموذج اتعمل هناك، بحيث ان ده البايلوت اللي هنبتدي، مش هنبتدي في الاماكن اللي محتاج يكون فيها مطب. احنا عايزين نروح نصور المطب ده لان احنا في اماكن كتير جدا محتاجين يكون فيها مطبات، فلما ما تبقاش طق كده بتبقى الموضوع اسهل وايسر. اسهل وايسر، وحتى المكان هيستغل كمان، ده المكان عبور المشاين، هو غصب على العربيه مع البازلت بتاع زمان ده اللي كان موجود القطع، فهو لازم هيهدي فيبتدي الناس تقدر تعدي من هنا بامان، وفي نفس الوقت صح القائد العربيه هيهدي. دكتور وليد، دور الجامعه يعني انا شايفاه رائع رائع في انه وانه يتم الاستعانه بخبرات من داخل كليه الهندسه. كلمني عن دوركم كوكاله بقى، ده المشروع ده حضرتك بدأه من سنوات طويلة يعني، ما هوش بجديد لكن احنا حاسينه جديد عشان الاسكندرانية حسوا باللي بيحصل في الشارع، لكن دورك انت كوكيل كلية الهندسة جامعة الاسكندرية. حضرتك انا اقول لحضرتك ان يمكن جامعة اسكندرية في الفترة الأخيرة دورها ما بيقتصرش حتى على مستوى اسكندرية. احنا الجامعة يعني الأهلية مش بنستغل واخدة منكم شوية دكتور؟ طبعا لا لا حضرتك انا مش
الجامعه الاهليه فيها ستاف، جامعه العالمين فيها ستاف، وعندنا برضو بعض الزملاء لا فيها اقول جامعه العالمين لها رئيس جامعه وهي يعني ايه لكن هي جامعه اسكندريه يعني دي اه دي دي لكن دي جامعة يعني الجامعه الاهليه هي من رحم من جامعه رحم اسكندريه، جامعة وعلى فكره في اقبال غير عادي يعني، وده لثقه الطلبه والطلاب واولياء الامور بان اللي هيدرس لهم ابناء جامعه اسكندريه واساتذه جامعه اسكندريه. يعني على الرغم من ان في جامعات خاصه كتير في اسكندريه الا ان الاقبال على الاهليه ازيد بكتير جدا، وده لثقه اولياء الامور وثقه الطلاب بان جامعه اسكندريه تبقى جامعه اسكندريه دكتور. طبعا. وهو كمان احنا يمكن في الفتره الاخيره بنواكب اللي بيحصل في الدنيا كلها، فمش مجرد بس يعني الاعتماد على اسم جامعه اسكندريه القديم والعريق اللي يمتد يعني مش عايز اقول 70 سنه، لا جامعه اسكندريه خلينا نقول احنا من ايام مكتبه اسكندريه. فاسكندريه جامعه قديمه وعريقه وليها ثقل كبير على المستوى الاقليمي والعالمي. جامعه طه حسين عايز طبعا بس دكتور ودلوقتي كمان لا حجم الشراكات وحجم التبادل العلمي بيننا وبين الجامعات الاجنبيه وتطوير المناهج وتطوير التخصصات، وهتلاقي حضرتك في تخصصات جديده بتفتح في الجامعه الاهليه. عايزه بقى اكلمك على البايو ايه؟ بايو ميديكال. بايو ايه دكتور؟ بايو ميديكال. هو حضرتك بايو ميديكال انتوا عارفين كان كلمني الدكتور عصام قبل كده عن هذا التخصص من حوالي سنه وقال لي انه مش هيبقى اجهزه طبيه. لا يعني يا ريت بقى مش هندسه طبيه. بقى لا مش هندسه. ايوه حضرتك تقول بقى لان في اقبال شديد قوي، ناس كتير النهارده لما عرفوا انه حضرتك جاي طب ايه شروط القبول، طب احنا نقدر نعمل ايه، طب الاي جي هيعمل ايه، طب الامريكان هيعمل ايه، طب الثانويه العامه العاديه ايه، يعني اسئله كتير. خليني اقول لحضرتك هو كانت الهندسه الطبيه زمان هي معنيه بالاجهزه الطبيه قياس ضغط، قياس اي سنسور بيقيس اي حاجه. لكن النهارده الطب تقدمه بقى مش طب بقى هندسه اكتر. في اجهزه بتحط عشان تنظم ضربات قلب، في اجهزه بتحط عشان تدعيم في حاجه، دعامه في حاجه. لا وكمان الجزء بتاع السرطانات هو المهندس بيدخل يحدد علشان ما ياثرش على الاعضاء الاخرى. خلاص هو حاجه يعني بيتحول بشكل كبير لبقى انجينيرنج بقى هندسه. فلازم حد يقدر يواكب ده وفاهم عارف ده وعارف ده، بياخد جزء طب بياخد جزء هندسه. ولا مهندس؟ لا بيبقى مهندس. مهندس مهندس بس بياخد كورسات كتير في كليه الطب يعني في جزء منه طبعا. في الطب طبعا. خليني اقول لحضرتك احنا يمكن اغلب برامجنا الجديده برامج بينيه. ده بينيه بالظبط بين تخصصات عندنا في نفس الكليه او بين تخصصات في الكليه وتخصصات في كليات اخرى. طب دكتور ليه قسم زي الهندسه البحريه ما يتمش تطويره؟ لان الاقبال فيه ضعيف جدا، النووي كاد يكون خلاص انتهى، كل الاقسام دي ليه ما يبقاش فيه دمج؟ ولا انتم محافظين على ان كل قسم؟ مش محافظين. لا طبعا لا في قسم للبحريه قسم خاص وموجود هندسه بحريه. ايوه لا غير قسم الهندسه البحريه عندنا اوف شور بيتكلم على المواني والارصفه والعمليات البحريه سواء اللي بتتم جوه البحر بس ما هو لهش اقبال برضه. خليني اقول لحضرتك هو التخصص ما هو الا مرآه بالظبط كده طبعا. فهو سوق العمل بيتوجه لايه؟ الطلب النهارده ده النووي ده كان قصه دكتور. خليني اقول يمكن في وقت من الاوقات يعني انا متفائل ان الفتره الجديده بعد طبعا ان شاء الله هيبقى في طلب اكتر عليها. لكن طيب خليني اسال كمان عن الكمبيوتر ساينس مع البايوميديكال الاثنين انتوا عاملين لهم ايه، قبول ولا تنسيق ولا تنسيق داخلي ولا قصتكم ايه ولا تعملوا ايه في الطلبه؟ الناس مرعوبه الى الان يعني. هو عموما سواء عندنا في هندسه او في اي مكان يتبع الجامعه بيبقى المفضله للدرجه حسب المقبولين. يعني انا سي ان التخصص ده ايوه بس في قرار مجلس جامعات قال انك انت تاخد الحد الادنى. مش هكلم مش هقدر اسالك في القصه دي. لا هو في حد ادنى في سعه ان انا اقدر اخد 1000 طالب، فال 1000 طالب دول هاخد افضل مش افضل اعلى 1000 طالب متقدمين. هنا دي اليه المفضله الوحيده في الاقسام. اليه المفضله الوحيده. طب والاس اس بي يشترك مع البايو ميديكال ولا نو؟ يعني كل اللي عندنا في الكليه كده يعني برضه بفضل. لا هو الاس اس بي عشان الفلوس. ما حضرتك في ناس كتير جدا يا حضرتك لو هو احنا بيبقى فيه خلينا نقول تحديد الاماكن ليه علاقه بالريسورسز والكباستيز، عندنا كام استاذ وعندنا كذا وعندنا كذا، فبقى سي البرنامج ده
نقدر نستوعب فيه 100 طالب، لو المتقدم 80 فكلهم هيخشوا، لو المتقدم 200 فانا هاخد 100 بس. فعشان اخد ال 100، حتى تاريخه عندنا في هندسه بيبقى نتيجه السنه الاعداديه مش نتيجه او المستوى الصفر يعني. يعني الاعداديه بيدخلوا كلهم؟ لا احنا السنه الاعداديه واحده كلهم، يعني سواء كان اس اس بي او عادي، هو المحتوى العلمي واحد ومقرراته واحده. بس بيختار القسم بعد من السنه دي وان ولا لا بعد؟ لا 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 عندنا في طب هندسة. امال الناس مالها منزعجه قوي انها ما تدخلش بايو ميديكال ده ليه؟ ما هو اول سنه كلنا زي بعض. لا ما هو انا في النتيجه ما بقاش كلنا زي بعض. قصدك النتيجه بتاعت الاعدادي؟ طب ما ده، طب دكتور، طب ما ده على يعني معلش ده شطاره طالب بقى يعني، ما هو ده مالوش دعوه بالتنسيق في كل الاحوال. ما هو التنسيق، ما هو خلي بالك، هو عوض التنسيق عباره عن ايه؟ هو سباق الطلبه كلها بتخش تشتغل، هي بتسابق فيه، والافضل يا مش الافضل اللي جاب سكور اعلى هو ده المطالب. وخلينا اقول احنا يمكن لغايه دلوقتي يمكن بنفكر بس لسه بندرسها، هو ليه خلينا التنسيق بعد السنه الاعداديه؟ اكتشفنا مع الوقت ان ساعات خلينا اقول في فرق بين القدرات والتلقين. لا مش التلقين، القدره واللي خلينا اقول الطموح. انا حابب اخش تخصص، بس التخصص ده مثلا يعتمد على الكيمياء بس انا مش شاطر في الكيمياء، او يعتمد على الفيزياء او الفيزيكس انا بس انا مش كويس فيه. طب لو اخدته في اعدادي؟ فالاعدادي بيؤهلني، بياخد ده بيؤهل، وكمان بيرجع تاني يحصل نوع من التقييم للطالب عندنا، يعني قصدي مين شاطر في الفيزيكس ومين شاطر في الكيمستري ومين شاطر في الماس ومين شاطر في كذا، فيبتدي لما يختار قسمه يختارها حسب قدراته، ما يختارهاش حسب ما اللي هو يامل ان هو يخش فيه. سؤال ناس كتير بتساله دكتور وانا كمان بساله، هل تفرغ الجامعه الاهليه كوادر من جامعة اسكندرية؟ لا، لأن اللي هيحصل عندنا حتى مش حاول حتى تاريخ، ودي الخطة الموجودة، إن في بعض المناصب الإدارية دي هتبقى ندب كلي، أما الاستعانة بالأساتذة فهو زي ما بيدرس عندي في القسم الخاص، هيبقى ليه جدول هنا وجدول هنا. وهيبتدي عليهم أن يختاروا بقى هو بقى. مش هو بيختار قوي، هو القسم العلمي لازم هيختار، لان كريدت اور سيستم الاهليه كلها كريدت اور. لا احنا كلنا بنكريدت اور سيستم. ايوه الهندسه انا عارفه. بس مش كل الجامعات. لا انا بتكلم على علينا. لكن الهندسه طبعا من اوائل الكليات اللي كانت كريدت اور سيستم، وعلى فكره هذا النظام بس هو محتاج مرشد اكاديمي، فمع زياده الاعداد المساله بتبقى صعبه، فيجب توفير المرشد الاكاديمي يا دكتور للطلاب من دي 1. احنا بنعمل كده دلوقتي. والحمد لله المتوقع ان اعداد الطلبة اللي بتخش عندنا تبتدي تقل، مش عشان حاجة غير ان اسكندرية مثلا كانت بتخدم اقليم اسكندرية، كان بيجي لنا طلبة من بحيرة، مطروح، دلوقتي في جامعة، في جامعة خلاص البحيرة مطروح موجودة، خلاص ومطروح خلاص الهندسة هتفتح، فقصدي تفتح السنة دي هندسة مطروح؟ السنة لا السنة الجاية ان شاء الله. بس هندسة البحيرة فتحت، فابتدى الاعداد تقل عندنا شوية، تقل شوية لان الاقليم ابتدى يتوزع على ثلاث. هتبقى هندسة اسكندرية؟ لا هتبقى هندسة اسكندرية طبعا. مش هقدر ابدا تكون معايا وما اقولكش ايه رايك في موضوع الاربع سنوات والخمس سنوات مع الكريدت اور سيستم، لان في سوء فهم جديد جدا لهذه المساله. طب خليني اقول لحضرتك ان انتوا هتطبقوا ايه السنه دي؟ بس لا احنا خمس سنوات. خليني اقول ان مصطلح الاربع سنوات يعني ساعات بيبقى المصطلح مش سليم. حضرتك المقترح اللي طالب يقدر ينهي في اربع سنوات دراسه اللي اتقال في جامعات اخرى دي عايزه الطالب اللي ما عملش دروب ولا ماده وبياخد كل الترمات بما فيها ترم الصيف السمر، بياخد الثلاث ترمات في السمر. فعايز اطالب من اول يوم لاخر يوم عمل كده، اللي تخلف في ماده هيقعد سنه خمسه عادي. فعدد الطلبه اللي تقدر تتخرج في اربع سنين عدد يعني يكاد يكون محدود جدا. يعني من الذي يقرر، الجامعه ولا النقابه؟ لا مش النقابه، الجامعه. خليني اقول لان احنا عندنا مدرسه تانية. مش عايز اقول مدرسه مختلفه، احنا بنبتدي النهارده بنشوف البنش مارك العالم كله بيحصل فيه ايه واحنا بنمشي. ايوه دكتور. فاحنا الجامعات العالميه ايه؟ اربعه ولا خمسه؟ مدارس مختلفه، مثلا الولايات المتحده الامريكيه وبعض كتير من الجامعات في اوروبا اربع سنوات، لكن اللي بيتخرج مش مهندس. والله بيروح يتدرب لمدة سنة أو سنتين ويرجع تاني. طيب فين التطبيق في الخمس سنين التطبيقي؟ يعني احنا بنقول هنخليها 14 يبقى في تطبيقي سنة، طب في الخمس سنين ولادنا بيتدربوا فين؟
وهل دي مشكلة الجامعة ولا مشكلة الطالب؟ لا خلينا اقول، لا احنا بنقول ان الطالب مش الطبيعي ان هو يعرف يدور. يدور، احنا بنعمل يعني احنا يعني خلينا نقول احنا زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، احنا يمكن من خدمة اكتر الكليات اللي المجتمع موجوده في المجتمع بشكل كبير، كبير فيسهل جدا. ان احنا نوفر لاولادنا فرص تدريب في الاماكن اللي احنا شايفين ان هي هيستفيد منها الولاد، فعلى كل مستوى التخصصات احنا بنساعدهم في عمليه التدريب. دكتور وليد، ايه الانشطه اللي ولادك بيشاركوا فيها في المجتمع في الوقت الآني؟ لا احنا يعني عندكم مشاريع بص يا مجتمعيه فندم كتيره جدا. يعني يعني احنا وهو يعني كان سعيد الحقيقه بالفقره القادمه لما عرف ان كليه التربيه الرياضيه عندها مشروع جميل زي اللي هم عملوه بتاع تنظيف الشواطئ. طبعا لا 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 يعني ولادنا بتشارك يعني الحمد لله، ويعني اسكندريه عطاءه طول الوقت، والولاد عندنا يعني لوحدهم حتى مش عايز اقوم بتوجيه مننا، لا بيشاركوا اي فرصه بتظهر قدامهم ان هو يشارك في عمل مجتمعي سواء كان جوه الجامعه او براها، بتلاقيهم موجودين في كل المجالات. و اتربينا ان احنا كمان في جامعه اسكندريه احنا مش بعيد عن المجتمع، احنا اصلا جوه لا لا المجتمع، طبعا فاحنا مش طبعا هنقول ان احنا في تواصل وكذا، لا طبعا، لا بالعكس احنا طول متداخلين. الوقت الحقيقه. بس استاذ دكتور وليد عبد العظيم، قبل ما انهي هذا الحوار عايزه اسال سؤال كده، يعني عن الطالب وحيرته داخل كليه الهندسه. هل هي موضه؟ يعني الاقسام اللي بتطلع دي الاس اس بي والبايو ميديكال والمش عارف ايه وايه، كل هل دي موضه يا دكتور؟ في النهايه المنتج اللي هو الطالب ازاي يدرب نفسه، ازاي يظبط نفسه علشان يواكب المجتمع من غير قسم، ولا لازم من البدايه يبقى مختار وشايف احتياجات سوق العمل؟ حاجتين، لازم يبقى شايف احتياجات سوق العمل، ولازم كمان يشتغل عليها مهما كان تخصصه. لغايه دلوقتي انا مدعي بشكل كبير ما عندناش بطاله كبيره في سوق المهندسين، لا في مش كتير، انا بس بطاله بس مش كتير، البنات واقول اكتر يعني. خلينا اقول لان هو بيجنحوا للعمل الغير بالظبط شاق، لكن بالظبط هتكلم على مستوى بالظبط، يعني الارض لا ده المهندسات يعني والله، يعني انا بشوف كتير جدا 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 بيقدموا، وخصوصا بتوع الباور الكهرباء المدني، بلاقيهم يشتغلوا مثلا حاجات زي ما حضرتك بتقول، يعني في مكتب مش عارف حاجات كده. يعني هو عمل حاجتين اراهم ان هو كان المفروض يعملهم من البدايه، ان المهندس مش مجرد علم ومعرفه، هو فيه علم ومعرفه وفيه سمات شخصيه لازم تكون موجوده، وفيه كمان تدريب لازم يكون حصل عليه بشكل جيد طول فتره دراسته وحتى بعد ما يتخرج، واحنا بنقعد نتعلم لغايه لما معلش يتوفانا الله، طبعا احنا على طول لسه بنتعلم لسه طبعا. لغايه دلوقتي بقول دكتور خدت الاستاذيه، قال لي خدتها. فيعني لا المساله بنتعلم طول الوقت طبعا. اللي ما احنا دخلش هندسه وزعلان قوي تقول له ايه يا دكتور؟ لا ما يعرفش الخير فين، احنا يعني اصلها حلم، يعني ناس كتير جدا بتذاكر ثانويه عامه وهي عامله خلينا اقول هندسه. لحضرتك لا ده مش صح، لا هو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا صح اتجاهاتنا فين، واللي اقدر اقوله ان اللي يخش مجال هو مش مطالب منه غير انه يجتهد فيه، واذا اجتهد فيه ربنا هيوفقه وهيكتشف بكره قد يكون في مناصب او في مكان افضل بكتير منه لو كان مهندس او طبيب او صحيح. سعيدة جدا بالقائمة معك، ودايما لقاءاتك بتكون فيها قمة التفاؤل الحقيقة. الأستاذ دكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، نموذج رائع لأستاذ جامعي لم ينكب على العلم فقط ولكن أعطى للمجتمع، فأعطاه المجتمع أيضا كل الحب والتقدير. شكرا 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 دكتور. لون الأحلام في رسمك وانسى أيام الجراح، حب واطلع بره نفسك وانطلق ويا البراح، لسه مشوارك كبير، املى كل الدنيا خير، شيل جناحك فوق وطير، يتولد مليون صبر.